فلج الخطمين، ويقع في نيابة بركة الموز التابعة لولاية نزوى بالمنطقة الداخلية، ويعتبر من الأفلاج الداودية الهامة، ويتغذى من وادي المعيدن الذي يتميز بغزارة تدفقه أثناء هطول الأمطار. ويبلغ طوله الكلي من أم الفلج وحتى الشريعة حوالي 2450 مترا، ويمتاز بالدقة في توزيع مياه الفلج واستمرارية تدفقه طوال العام. وما يميز هذا الفلج هو مرور قناته داخل أحد الحصون الشهيرة بالسلطنة، وهو حصن بيتر ديدا الذي تم بناؤه في عهد اللعاربة خلال الفترة من عام 1649 إلى العام 1711 للميلاد. وقد تم تقسيم مجرى الفلج عند مدخل البلدة إلى ثلاثة أقسام متساوية، بحيث يذهب أحد الأقسام إلى ري المزارع التابعة للأهالي، أما القسمان الآخران فيعودان للالتقاء في مجرى واحد، وهما مخصصان لري.